نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح تكون معكم. نرحب بكل من شاركوننا في هذا اليوم الاحتفال بتكريس كنيسة الزهور الأسقفية ببورسعيد، ونرفع قلوبنا بالشكر لأبينا السماوي الذي عمل في هذه الكنيسة ومن خلالها. نشكر كل حين إلهنا الأمين، نشكر كل حين إلهنا الأمين، من أنعم بالفداء السمين، من أنعم بالفداء السمين. فاطرحوا كل خبث وكل مكر وذياء والحسد وكل مذمة. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. والآن يا إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أصنى لابن داود، غضب. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا الله. الكتاب المقدس كله من التكوين إلى الرؤية بيحكي قصة الإنسان وكيف يعيش في حضور الله. حتى لو الشعب خان العهد، الله عمره ما كان بيخون العهد. عشان كده إحنا النهاردة وإحنا جايين نحتفل بمرور 130 سنة، مش جايين نحتفل بالزخارف دي والمباني دي، لا، إحنا جايين نحتفل بكل الناس اللي حبت الرب وقبلته مخلص لحياتها وعبدوه في هذا المكان. خلونا نرحب أولا بأركان حرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، and when I came I saw the plaque that is there about the founder of this church. اتكلم عن مؤسس الكنيسة. He had a great vision. كان عنده رؤية عظيمة، وقعد هنا وخدم هنا 28 سنة، وعمل قعد يجمع فلوس عشان يبني الكنيسة الجميلة دي. الحكاية ما خلصتش. في 2011 مريم وانا كنا رحنا لسيادة المطران بعد ما قال لنا وقتكم انتهى بعد 10 سنين، كنا كملنا 11 سنة في السويس. الحاجة الجميلة ان يوم تنصيبي هنا في الكنيسة كان أول كلمات يقولها سيادة المطران، أنا كنت اخترت لك يا هاني كنيسة تانية، لكن ربنا هو اللي جابك هنا. أنا في حاجة لازم أقولها كإحساس مواطن من مصر ومن محافظة بورسعيد. أنا أول كنيسة دي أنا فاكرها وأنا لسه في الستينات، طفل عندي 6 سنين، وكان المكان ده كان من أجمل الأماكن اللي موجودة، بس المكان ده موجود في قلب كل واحد في بورسعيد. سنة 1869 وبعد 20 سنة من افتتاح حي قناة السويس، قام المطران بلس مطران القدس بتكريس كنيسة الزهور الأسقفية سنة 1889، وكانت كنيسة الزهور دايماً علامة مميزة في تاريخ بورسعيد، لأن رعاة الكنيسة كرسوا كل وقتهم لخدمة العاملين في بورسعيد، وكان هدف تأسيس الكنيسة هو خدمة البحارة وطاقم السفن. ومن أول ما تأسست الكنيسة ولحد نص القرن العشرين، حوالي فترة 130 سنة، كانت الخدمة في الكنيسة باللغة الإنجليزية فقط. وبعد وقت مرت الكنيسة بفترة ضعف، لأن كتير من الأعضاء الأجانب رجعوا لبلادهم سنة 1956،
ومن سنة 2001 ابتدت الكنيسة تستعيد خدمتها، ولكن بطابع مصري أصيل، فأصبحت الخدمة باللغة العربية لأعضائها المصريين. نقدر نقول إنها في الأول كانت كنيسة إنجليزية بالكامل، بالرغم من وجود بعض الأعضاء المصريين في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين. ولكن بعد فترة كانت فيها الكنيسة فاضية تقريباً من الأعضاء، استمرت الخدمة فيها بواسطة أسوس أجانب. كان واحد منهم هو الدكتور القس جون كولمان، اللي بذل جهد كبير لتشجيع المصريين. وبعد فترة واحد من الأسس الإنجليز اللي قضى في الكنيسة شهر واحد رجع للمطران في القاهرة، ووصف كنيسة بورسعيد إنها كنيسة ميؤوس منها، إلا إن الله كان له خطط تانية للكنيسة، خطط مليانة رجاء وأمل. وفي سنة 2001 الله دعا قسيس من الهند اسمه راج كومار وزوجته بريميلا علشان ييجوا بورسعيد، وبسبب قيادتهم القوية المتواضعة بدأت حياة جديدة تنمو في الكنيسة. وبرغم من التحديات استخدم الله القسيس راج كومار عشان ينهض كنيسته الجميلة. ومع إن عناصر الخدمة الأساسية فضلت موجودة في الكنيسة، إلا إن في صفة مهمة جداً اتغيرت، إن الكنيسة أصبحت مصرية تماماً. صحيح إن القسيس راج كومار وزوجته مش مصريين، إلا إنهم استثمروا في شعب الكنيسة المصري وأعطوهم المسؤوليات بقدر الإمكان. وفي 2011 عين المطران منير العميد هاني شمودة وزوجته مريم عشان يرعوا أعضاء الكنيسة اللي عددهم زاد بصورة ملحوظة، وده ادانا أمل ورجاء في كنيسة أسقفية أنجليكانية مصرية في بورسعيد. النهاردة كنيسة الظهور في بورسعيد كنيسة حية وناهضة، واحنا بنشكر الله أنه باركنا بالعميد هاني وأسرته اللي استخدمهم ربنا عشان ينهض ويبارك كنيستنا والأبروشية كلها. وبنشكر ربنا من أجل المطران منير اللي حب الكنيسة ودعمها بكل الطرق الممكنة وزيارته المشجعة للكنيسة. وبنفرح لما بنشوف الأطفال والكبار موجودين في كل مكان في الكنيسة بيتعلموا عن إلهنا الأمين وبيسبحوه بالترانيم وبخدمة الرياضة والشركة مع بعض في المجتمع المسيحي. وكل أسبوع وإحنا متجمعين للعبادة إحنا بنكون واثقين إن الله معانا.